السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد العالي من ساحة الهديم، عشابة من عشابة ديال مكناس. حنا سيدي مضرورين مع كورونا وعا ساحة الهديم، انتم راه كتشوفوا راه كتصلح، حنا مضرورين عامين وشي حاجة ديال كورونا، وزيد ما نعرفوا قاش غتحل هاد الساحة هادي. وحنا بينا 13 واحد ديال الدراري ديال الصحراوه، كاملين مضرورين، ما خدامين ما ردامين، خدامين غير مع الجواد، غير الجواد اللي كل واحد يعطينا بركه. حنا كنديروا طب البديل. دابا مع هاد الساحه هادي تسدات، ما بقى عندنا فين نخدموا. والمهم كنطلبوا من السلطات الا كاين شي تعويض ولا شي حاجه، راه حنا مضرورين ومقهورين، فينا الكرا وفينا الضو والماء والمصاريف الصحراء والمصاريف الروسنا. لا اله الا الله، راه غير الجواد اللي كيتهلاو فينا. العمل ديالنا سيدي كنديروا الاعشاب طبيعيه، كنجيبوهم من الصحراء وكنعرضوهم هنايا في ساحه الهديم، بحال جمع الفنا، بحال العقايه، بحال بزاف ديال الاعشاب، ماشي غير عشبه وحده. طبيعه الحال من طبيعه الحال عنده المنفعه، وكل ما عنده المنفعه راه هاد المهنه وارثينها من جدودنا، ماشي من والدينا، من جدودنا. جدودنا كانوا يديروا هاد المهنه هادي. قلت لك يعني الجينيراسيون ديالنا دابا قرينا، ولكن جدودنا يعني كانت مهنه يعني كيمارسوها، وحنا قرينا عليها من طبيعه الحال، وعندنا جمعيات ديالنا وعندنا النقابه، يعني النقابه، ولكن ما كاين والو، يعني حتى شي حاجه اللي تساندك غير من المواطنين بحالنا اللي كيعرفونا. هذا يعطيك بركه اليوم، راه كما كنقولوا عيال اللي كيعطي ما عيال اللي كياخذ، راه غير الجواد اللي بطبيعه الحال بزاف كاع. ايوا هذا السؤال ما نقدرش نجاوبك عليه، ما نقدرش هكاك، ما نقدرش. لا بالعكس يعني كاين بنادم كيلقى في الاعشاب، يعني الاعشاب هما راه تقريبا انا كرأي شخصي راه بحالهم بحال الدواء ديال لي فارماسي، غير الدواء ديال لي فارماسي فيه لي شيميك وهذا طبيعي. وحنا اول سيدي يعني هذا الشيء حنا مقهورين دابا بالعربيه. انا دابا حاليا الا قلت لك عندي 5 دراهم في جيبي، واش نفطر بها؟ واش بزاف، ماشي غير كلينا العصا، بزاف كورونا، وزاد الساحه كتصلح، يعني هذا الشيء في صالح ديالنا باش تصلح الساحه، كانت مرونه وكانت هادي، يعني حنا بغينا هكا. ولكن دابا راه تقهرنا، بغينا البديل، بغينا شي بديل. انت دابا ما عرفناش فوقاش، واش 2023 ولا 2024، فين غنجيبو حنا؟ باش غنجيبو ما ناكلو؟ باش غنجيبو لولادنا؟ مول الكرا راه كيشنقنا كل نهار كيشنقنا، وحنا راه غير على الله واقفين وصافي. الرساله ديالي للمسؤولين، ولد عمي يعني بغينا يسرعوا بالاشغال، بغينا الاشغال، يعني باش انا كنتمي لجمعيات ابناء الصحراء المغربيه بمكناس، عضو بها، وحنا والله يا ولد عمي لنا مقهورين بزاف، ياسر بزاف، ما تلا عندنا ما ناكلو بهذا اللفظ هذا، والله العظيم ما تلا عندنا الا سيدي ربي يفاجئها من عنده، والله العظيم.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.